للأسف في السنين الأخيرة تدخين المراهقين قاعد يسبب مشاكل صحية تهدد حياتهم وصحتهم، لكن تخيلوا في دراسة جديدة تبين أن آثار تدخين المراهقين ما تنحصر فقط على صحتهم، لا بل تأثيرها طويل المدى حتى على جينات موروثات أطفالهم المستقبليين. الدراسة هي الأولى من نوعها، قام بها باحثون في جامعتي ساوثامبتون وبيرغن في النرويج، وشملت أكثر من 800 شخص من عمر 7 سنوات للخمسين سنة، واللي درسوا سلوكيات أبائهم بالتدخين، ووجدوا تغيرات في 19 موقع على 14 مورث في أطفال الآباء اللي بدأوا التدخين قبل سن 15 سنة. فترة الحمل من أجمل الفترات اللي ممكن تمر فيها كل امرأة، لكن يعني لا سمح الله أحياناً تصير حالات صحية مستعصية يكون سببها أمراض معينة تصيب الأم أو بسبب الحمل نفسه، اللي في خطورة عالية بشكل عام، لأن في كثير أشياء قاعدة تتغير في الجسم. لكن يعني نقول الحمد لله في المملكة يعني طب الأجنة قاعد يتطور بسرعة عالية، وخاصة في مجال علاج الأجنة داخل الرحم، وبفضل أيادي الأطباء السعوديين صارت التدخلات الجراحية لإنقاذ حياة الأجنة داخل الرحم بمختلف الوسائل الممكنة متاحة وآمنة، وتحسن فرص نجاتهم الأجنة بنسبة عالية. وعشان نتعرف على أنواع الحالات اللي ممكن تحتاج لهذه التدخلات، نستقبل معنا في الاستوديو الدكتور سمر الطوخي، استشارية أمراض نساء وأجنة والحمل عالي الخطورة في مدينة الملك فهد الطبية التابع لتجمع الرياض الصحي الثاني. يسعد لي صباحك ونورتيني يا دكتورة. أهلا، صباح الخير. يعني تخصص صعب، احنا من شوي يعني في مقدمة التقرير أقول هي من أجمل أيام الحمل، أنا حسيت كذا بعض المشاهدات يقولوا لا يعني صح؟ جميل جدا. صح هذا الشيء ولا لا؟ طبعا من أجمل أيام العمر. حلو، ممتازة. لكن البعض يقول لك أنا دائما أسمع أنه فترة الحمل وفيها صعوبات وفيها تحديات وفيها جدا جدا، لأنه كل شيء في جسمها يتغير، حياتها كاملة تتغير. طريقة عيشتها في اليوم صعبة تكون، ممتاز. حركتها يعني احنا نتمنى لهم يعني دائما حمل آمن وولادة آمنة. إيش هي الحالات الأكثر شيوعا، وحتى نقدر نقول النادر اللي منها ممكن تحتاج حتى لتدخل طبي؟ أكثر الحالات اللي نشوفها هي حالات أنيميا الأجنة. ما نقدر في هذه الحالات تحديداً إنه نلوم زواج الأقارب، لأنه ما له علاقة نهائياً بزواج الأقارب، تحديداً له علاقة بفصيلة دم الأم. فالأمهات اللي فصيلة دمهم سالب هم العرضة أكثر خطر من غيرهم، اللي تكون دم فصيلة دمها سالب وزوجها موجب. في هذه الحالات إذا الأم ما أخذت إبرة اختلاف الفصيلة في الحمل الأول ممكن تتكون عندها أجسام مضادة وتهاجم الحمل الثاني أو الثالث أو الرابع. إيش يسبب هذا الشيء؟ أغلب الحوامل اللي يجونا يقولوا لنا عندنا أجسام مضادة، بس هي ما تعرف تحديداً إيش الأجسام المضادة. هي الأجسام المضادة اللي تحتاج أن الأم تأخذ إبر سيولة، ولا الأجسام المضادة اللي تأثر على الجنين نفسه وتهاجم وتسبب له أنيميا، استسقاء أو حتى وفاة الجنين. هذا النوع من الحمل إذا اكتشفناه نقدر نساعدهم بدرجة عالية جدا. فجينا حوامل عندها طفل واثنين وثلاثة توفوا داخل الرحم بدون معرفة السبب، بس توصل لنا نلاقي أنه عندها أجسام مضادة لفصيلة دمها. طريقة علاجها إن شاء الله أنها تكون سهلة، هو تدخل طبي خلال الحمل. طيب في حال فقر الدم للجنين كيف يتم التدخل في مثل هذه الحالات؟ احنا بالاول لازم نتاكد فعليا انه في اجسام مضاده بفحوصات دم للام. بعد كذا تبدا المتابعه بصوره دقيقه، ابتداء في بعض الحالات اللي تكون عاليه الخطوره ممكن نبدا في الاسبوع ال 16 وتكون بصوره دوريه، كل اسبوعين لازم نتابعهم بالاشعه الصوتيه عالية الدقة، نتابع وصول الدم لدماغ الجنين. ممتاز. في نسبة خطورة على نقدر نقول من هذا النوع من العمليات؟ أكيد. ما نقدر نسميها عملية عشان الأمهات ما يخافوا، هو تدخل طبي إن شاء الله بسيط، نسويه في غرفة الولادة، نسويه في غرفة العينات تحت تخدير موضعي. ندخل بإبرة صغيرة جدا إلى بطن البيبي أو الحبل السري ونقول له دم، وتتم ممكن كل أسبوع، في بعض الحالات كل أسبوعين.
جات معها فيها مشاكل ممكن تصير لا سمح الله ممكن. احيانا البيبيات يتعبوا من نقل الدم وما يتحملوه ونوصل لعمليه قيصريه. طيب بالنسبه لعلاج فقر الدم بالنسبه للتوائم وحادي المشيمه كيف نتعامل معهم كمان؟ هو مو فقر دم بمعنى فقر دم، هو اشتراك في المشيمه، فاحد الاجنه يعطي والثاني مستقبل. فالدونر اللي هو يعطي حيصير عنده أنيميا شديدة، بالتالي السوائل حوالين هذا البيبي تقل، أما الثاني اللي يستقبل يأخذ فوق حاجته من الدم فتتجمع عنده السوائل. نطلب من الأطباء بس يكونوا متابعين لهذه الحالات اللي هي اشتراك المشيمة، لازم يكونوا عارفين أنه هذه من الحالات عالية الخطورة، ومتابعتهم تبدأ جدا بدري، أسبوع 16 وكل أسبوعين. أول ما يبدأ عندنا فرق في السوائل بين هذول البيبيات الأفضل نحولهم لمستشفى من الدرجة الثالثة، لأنه التدخل الجراحي بالليزر له وقت محدد وفوائده كمان جدا عالية. بما أنك ذكرت أن التدخل الجراحي في الليزر، كيف تتم عملية التدخل الجراحي؟ طبعا نحدد متى الوقت المناسب للدخول، في بعض الحالات ممكن نتابعهم كل 3 أيام لحد ما نكون هذا هو الوقت المناسب، ونكون بإذن الله نسبة نجاح العملية عالية في غرفة العمليات، لكن برضو تحت تخدير موضعي بسيط والأم تكون صاحية معانا. ندخل بمنظار صغير جدا عالية الدقة، نشوف المشيمة ونشوف اشتراك الأوردة بين هذول البيبيات ونفصل المشيمة. طيب إيش المضاعفات اللي ممكن تصير يعني أثناء التدخل الجراحي؟ أثناء التدخل طبعا نفس الشيء، مخاطر التخدير بصورة عامة، بس إحنا ما نحط الأمهات تحت تخدير عام أبدا، موضعي فقط. صعوبة الإجراء لأنه صعب عليهم مع كمية السوائل الكبيرة إنها تتحمل تكون على ظهرها خلال فترة الإجراء، ممكن لا سمح الله تنفتح موية الجنين وقت توقف نبض واحد أو اثنينهم أو تخسر الحمل. طيب كامل. دكتورة دائما نسمع عن الأوبر، يعني نقدر نقول النهاية الحرارية، إيش هي وإيش وضعها؟ نستخدمها كمان في الإبرة الحرارية في حالات معينة، زي لما يكون عندنا توائم مشتركين بمشيمة واحدة بس واحد فيهم يكون هو الجنين الطفيلي أو اللي ما يكون جنين كامل جزء منه وياخذ دم من البيبي الثاني. أول ما يبدأ يبان علامات تعب على قلب الجنين الثاني إحنا ندخل بهذه الإبرة الدقيقة بحرارة عالية نوقف النبض عند هذا الجنين، وممكن نستخدمها في حالات الأورام في الأجنة كذلك. ممتاز. طيب بالنسبة للعلامات الخطر اللي يعني لازم يكون على الأم أنها تزور الطبيب، إيش هي؟ إذا بدأنا بفقر الدم نقول للأمهات اللي فصيلة دمهم سالب والزوج موجب لازم تكوني مع طبيب عالي الخطورة، نتأكد عندك أجسام مضادة ولا لا وهل تحتاجي متابعة دقيقة. بالنسبة للأمهات اللي حوامل بتوائم مشتركين بمشيمة واحدة متابعتك تبدأ من الأسبوع 16، كمان كل أسبوعين. عوامل الخطر أنك فجأة تلاقي الرحم تمدد جدا، ما تقدر تنامي على مخدتين، تنامي وأنت قاعدة في صعوبة في النفس، لازم تروحي للطوارئ. طيب أشكرك دكتورة سمر، يعطيك العافية على هذه المعلومات الرائعة ونورتينا اليوم، ويمكن الدكتورة يعني أعطتنا بعض تفاصيل مهمة جدا، يعني اللي مروا يمكن سالب للزوجة وموجب للزوج وأنه كيف يتم التعامل معه.